خلال زيارته البصرة السودان يعد بإعطاء خصوصية لمشاريعها ويتفقد استعدادات خليج 25. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الدولار، البنك المركزي يتحرك لتلافي الأضرار، تكليف 3 مصارف لتأمين العملة. بعد موجة أمطار غزيرة الأهوار تنتعش من جديد، الموارد تتحدث عن خطط لاستغلال الخزين المائي. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه سيتم إرسال لجنة وزارية للبصرة للوقوف على المعوقات والمشاكل. السوداني في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها الرابعة خلال زيارته البصرة أشار إلى مناقشته المشاكل والمعوقات في المشاريع ونسب التنفيذ باجتماعه مع المؤسسات الخدمية. زيارتنا اليوم إلى محافظة البصرة ضمن جولاتنا في المحافظات للإطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي. بالتأكيد هناك خصوصية لمحافظة البصرة من حيث الاستحقاقات للمشاريع على المستوى الخدمي والاقتصادي، أيضا استحقاقات تتعلق بمشاريع استراتيجية في مقدمتها مشروع فناء حفار وقناة الجافة وكذلك المشاريع الصناعية الكبرى. طلعنا على الفرص الاستثمارية وكان الموقف موقف مشجع من خلال حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية. أيضا كانت هناك معوقات واضحة من خلال الإجراءات الروتينية وتأخير الموافقات في وزارات الدولة وبالتحديد وزارة المالية دائرة العقارات. طبعا سياقنا في كل زيارة بعد انتهاء كل زيارة لأي محافظة تأتي لجنة من الوزارات تقف على أهم المشاكل والمعوقات التي تحدد من خلال هذه الاجتماعات وتعالجها ضمن ما مسموح به من صلاحيات لهذه اللجان الوزارية. تبقى هذه اللجنة يوم يومين أسبوع، في حال عدم حلها بحكم الصلاحيات ترفع إلى المجالس الوزارية أو مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. هذا وشدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أن هناك حدثا مهما لمحافظة البصرة لاحتضانها بعد أيام، بطولة خليج 25. وأشار السوداني لأنه اجتمع مع الدوائر الخدمية واطلع على المشاريع بالبصرة الخاصة بالبطولة ونسب إنجازها. خلال أيام سوف تحتضن هذه المحافظة بطولة الخليج العربي 25 لكرة القدم، وبالتأكيد سوف تأخذ في هذه الزيارة جانب مهم من الاستعدادات والإطلاع على الاستخبارات التي بذلتها لجان محلية برئاسة أخ المحافظ وكذلك اللجان الوزارية واتحاد كرة القدم. يبقى التفاعل وتضافر جهود البصريين في هذا الحدث المهم هو واحد من أهم عوامل النجاح. اليوم كان أول اجتماع لدينا مع الدوائر الخدمية. طلعنا على قائمة المشاريع المنفذة في مختلف القطاعات. تم مناقشة نسب التنفيذ والإنجاز أو المشاريع التي قيد التنفيذ، ما هي المشاكل المعوقات. هذا وأعلنت الشركة العامة للوفود والمسافرين انطلاق أصول حافلات إلى محافظة البصرة للمشاركة ببطولة خليج 25،
وزارة النقل في بيان لها بيّنت أن ملاكات الشركة استنفرت كل الجهود والإمكانيات خدمة للجماهير الرياضية الوافدة من جميع محافظات العراق، مشيرا لأن الحملة تتضمن تأسير 3 قطارات يومية لنقل الجماهير من بغداد إلى البصرة وبالعكس مرورا بالمحافظات الجنوبية، فضلا عن تهيئة 8 زوارق نهرية لإقامة جولات ترفيهية للضيوف في شط العرب. انتقدت صحيفة أرب تايمز الإنجليزية الكويت حول بدء عملها بتجهيز منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المشجعين القادمين من دول الخليج لمتابعة بطولة خليج 25 في البصرة. الصحيفة في تقرير لها ذكرت أن مصدرا من دخل السلطات الكويتية أبلغ بعدم صلاحية المنفذ، مؤكدا أن الطريق متهالك وهنالك محطتا تفتيش فقط وغياب للأفراد والتقنيات اللازمة لمعالجة الأعداد الهائلة التي ستصل في وقت مناسب. من جهتها أشادت الصحيفة بأن العراق لإنهائه الاستعدادات لاستقبال البطولة. شهدت أسعار الصرف ارتفاعا غير مسبوق في البورصة المحلية، وسجلت أسعار بيع الدولار 155,000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الشراء 155,500 دينار. وقرر البنك المركزي في وقت سابق تعديل سعر صرف الدولار، إذ بلغ سعر شرائه من وزارة المالية 1450 دينار، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد ب 1460 دينار لكل دولار. هذا وكلف البنك المركزي 3 مصارف حكومية بتأمين الدولار للجمهور، مشيرا إلى أنه سمح بإجراء لزيادات عرض العملة الأجنبية. مستشار البنك إحسان اليسري أكد تكليف مصارف الرافدين والرشيد والصناعي لتأمين العملة الأجنبية لأغراض مختلفة كالسياحة والدراسة والطبابة وغيرها. وأضاف إنه تم الاتفاق مع المصارف 3 على منح حاملي بطاقات الماستر والفيزا كارد مما لديهم حسابات في تلك المصارف إمكانية تعبئتها بالدولار بسعر 1470 للجمهور، بينما يتم بيع الدولار للمسافرين ب 1465 دينارا. في الأثناء أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء أن تطبيق آلية بيع الدولار في المصارف تشكل توجها عمليا صحيحا لتحقيق الاستقرار بسوق الصرف. وقال صالح إن الإجراءات المتبعة توفر الدولار النقدي عن طريق فرص متاحة وعادلة ومتساوية للمستحقين وإتاحته مباشرة إلى الفئات التي تحتاجه لأغراض السفر والعلاج خارج البلاد. وأشار إلى أن هذا التوجه في سياسات التدخل في سوق الصرف يعد بمثابة توسع إيجابي في تحويل سوق الدولار النقدي إلى سوق مرنة تتمتع بمقدار عال من التنافسية والحوكمة والانضباط. أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أن تقاعد الضمان الاجتماعي سيوفر راتبا لأكثر من 2 مليون عامل خلال السنتين الأولى. اللجنة في بيان عدت قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين التي لها دور كبير في توفير رواتب تقاعدية لشريحة واسعة من العمال، مشيرة إلى أن البرلمان يسعى لإقرار القانون خلال الفصل التشريعي المقبل لأهميته القصوى. تا
تقف بعض فقرات الموازنة عائقا أمام تمرير قانون بسبب الخلاف بين المركز والإقليم. تصر كردستان على زيادة نسبتها المالية رغم الاتفاق المسبق بين قوى إدارة الدولة. الخلاف السياسي بين أربيل وبغداد على فقرات موازنة 2023 الخاصة بنسب المستحقات المالية للإقليم أخر من عملية إنجاز مشروعها وإرساله إلى البرلمان من قبل اللجنة الحكومية المسؤولة عن إعداده بحسب تأكيدات. الإقليم أحد أسباب تأخر صدور الموازنة، دائما يطالب أكثر من استحقاقاته بسبب الوعود التي تعطيها له السياسيين قبل أن يتبوأوا مناصبهم. لو نرجع احنا للاصل ان الاقليم كان ايام كانت الامم المتحده قد قررت له 12% من الموازنه العراقيه و6 بالعشرة. حاليا الاقليم ياخذ حدود 17% وهذا اكثر من استحقاقه. إدارة الدولة سبق وإن اتفق مع الكتل الكردية على استحقاق الإقليم المالي في موازنة 2023، ولكن إصرار أربيل على زيادة نسبتها المالية غير من قواعد التفاهمات ورحل حراك الحكومة في الإسراع بتسليم مسودة الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها. طبعا هي جدلية إعداد الموازنات ليست وليدة عام 2023، وإنما لو نلاحظ أن أغلب الموازنات التي يتم إعدادها هي من خلال جدلية الأحزاب والمحاصصة، وخاصة المساومات الكردية على انتزاع أكبر تخصيصات من الموازنة العامة. اليوم المخالف الحقيقي عندما تكون المعيار في تقييم النسبة هو الوضع السياسي، بينما المعيار في تقييم النسب هي الوزارات المختصة، كأن تكون وزارة التخطيط وأيضا وزارة التجارة لها دور في هذا الجانب. قانونيا لا يمكن لحكومة المركز أن تتجاوز السقوف الدستورية المرسومة لتخصيصات الإقليم المالية في الموازنة الاتحادية، وغير ذلك من اتفاقات سياسية كلها تقيد في سجل المخالفات التي لا تقبل التبريرات. وتعود أسباب التأخير في إكمال مسودة موازنة 2023 إلى غياب الاتفاقات السياسية النهائية حول الفقرات التي تتعلق بحصة الإقليم المالية. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني أن فقرات برنامجه الحكومي تتضمن إنشاء صناديق لتمكين وتنمية الشباب ومنحهم القروض. السوداني خلال افتتاحه مؤتمر تيدكس بغداد أشار إلى أن هذا المؤتمر يمثل معلما حضاريا ينمي عن وعي وقدرات العراقيين، لافتا إلى أنه لا يمكن المضي إلى الأمام دون تحقيق تنمية مستدامة في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف رئيس الوزراء أن رعاية الابتكار والإبداع تمثل للحكومة أولوية ومن ضمنها فقرات برنامجها. لتنمية الطاقات الإبداعية وتسليط الضوء عليها انطلق مؤتمر تيدكس بغداد بنسخته 12، إذ يسعى المؤتمر لدعم الشباب وتمكينهم رغم غياب الاهتمام الحكومي بهذه الشريحة. بنسخته 12 تواليا ينطلق مؤتمر تيدكس بغداد لقصص الإبداع في منصة خصصت لرعاية المبدعين وإظهارهم تحت بقعة الضوء. كرنفالنا سنوي يعمل القائمون عليه لتدريب وتنمية هذه الطاقات وتأهيلها نحو الخروج بالصورة الصحيحة. بكل بساطة احنا نريد نقول ان اكو إبداع عراقي، هذا الإبداع العراقي مو موجود فقط داخل العراق بس موجود هم عراقيين بالخارج يريدون يرجعون لهنا، واكو عراقيين هنا ما حد يباوع عليهم، ما حد يعطيهم الدعم المطلوب، فاحنا نطلعهم بالصورة الصحيحة بالشكل الصحيح، نتدرب وياهم كلمة كلمة حرف حرف، أدعدهم صور من أعمالهم نطلعها نختار أحسن صورة. تدريب يستمر أشهر عديدة على مود يطلع بهاي السلاسة وبهاي السهولة، يكون يوصل الكل
شرائح المجتمع العراقي. هذا هو اللي احنا نهدف له، نهدف ان نوصل هاي الفكره بالطريقه الصحيحه وبالشكل الحلو. تيدكس هو حدث يصير في كل مكان بالعالم، وتيدكس بغداد هو الحدث اللي يصير ببغداد يسلط الضوء على قصص الشباب ونجاحاتهم ويعطيهم فرصه انه يحكون قدام الناس. بالنسبه لي تيدكس بغداد اعطاني الفرصه ان اسلط الضوء على المشروع اللي بديناه انا ومجموعه من اصدقائي اسمه مقهى المسافرين العراقيين، وان شلون ندعم السياحه وبالنتيجه ندعم السلام بالعراق. طاقتنا شبابيه ابداعيه، لا خيار امام الجهات المعنيه سوى استثمارها اذا ما ارادت تحقيق تنميه مستدامه وتوظيف القدرات الابداعيه في مجالاتها الفعليه، فضلا عن امكانيه تعظيم موارد الدوله من خلال هذه المشاريع. لذا يحول المشاركون على لمس اهتمام حكومي بمشاريع وقدرات الشباب. وجود هذه الطاقات الشبابية والأفكار الجديدة سوف يساعد بوضع خطة جديدة للاقتصاد العراقي، وكذلك لإيجاد وظائف جديدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، واللي العراقيين أنا أعتقد راح يكونون يتمكنون من هذا الشيء. أتمنى أنه من خلال القناة الرابعة أكون من يتبنى هاي الطاقات الشبابية الموجودة، سواء من التيم، سواء من الحضور، سواء كل الشباب اللي عندها طاقة ما حد متبنيها. يعني أتمنى جدا أنه الجهات المختصة تكون داعمة لنا وتتوجه بالدعم المعنوي والوظيفي لهذا هؤلاء الشباب. وبينما تتقلص مساحة الاهتمام بهذه المحافل، تتجه قناة الرابعة الفضائية لأن تكون الراعية الإعلامية الحصري لمؤتمر تيدكس بغداد، إيمانا منها بأهمية تسليط الضوء على الطاقات الشبابية. إبداع هو منجز صنع بأياد عراقية بحاجة إلى اهتمام حكومي ليوظف ويستثمر باتجاهات صحيحة يمكن أن يعود نفعها على الواقع الاقتصادي للبلاد. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد. المئات من متدربي شركة نفط الشمال وسط كركوك تظاهروا للمطالبة بتحويلهم إلى أجور أو تثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بباقي المحافظات الأخرى، ملوحين في الوقت ذاته بتصعيد احتجاجاتهم أمام مقر وزارة النفط ببغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. أولا نحن متدربين في شركة نفط الشمال، بدينا التدريب سنة 2019 وانتهينا بالتدريب سنة 2022 شهر التاسع، انهينا التدريب في محافظة كركوك في شركة نفط الشمال. انطونا وعود بانه يتحول اجور، ولحد هاي اللحظة احنا ما تحولنا اجور. بدت الاجور بالمحافظات الجنوبية، حصلوا اجور البصرة، ميسان، ذي قار، والناصرية، وكلهم اخوتنا وبنفس التدريب اللي احنا تدربنا به هم تدربوا بنفس السنة ايضا، فهم استحصلوا الموافقات على مود ينشملون كاجور، واحنا لحد الان ما حصلنا على هاي الموافقات. احنا ان شاء الله الاثنين طالعين لبغداد، كل العدد 458 نوقف هناك حتى بس كتابنا يمشي. وهي احنا عندنا توفير تخصيص مالي من الشركه ولا ما عندها مانع، والكتاب هسه بوزاره النفط، وعندنا كتاب منها مال عامل مجلس الوزراء، وقابلنا مستشار رئيس الوزراء همين. ناشد النواب انه يلقون لنا حل، شو اسمه، ننطيهم مهله منا اليوم الاثنين، اذا ما احنا كتابنا متكامل بس نريد موافقه رئيس الوزراء، اذا ما جت اي موافقه منا الاثنين احنا طالعين امام وزاره النفط ببغداد، انا وبقيه اخواني واخواتي المتدربين طالب بحقنا. أمنيا، تعرضت نقطة للجيش في محافظة كركوك إلى هجوم جديد لإرهابي داعش. مصدر أمني ذكر إن مفرزة من إرهابي داعش تعرضت على نقطة للجيش في حدود سركران، وتابع إن الهجوم عقبته اشتباكات بين القوات الأمنية وداعش، فيما انطلقت قوة أمنية مشتركة عملية بحث عن فلول الإرهاب قرب منطقة الاعتداء. تظاهر العشرات من مواطني محافظة ديالى للمطالبة بتعيين قائد للشرطة من أهالي المحافظة، وجاءت هذه التظاهرة بعد تكرار الخروقات الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية القريبة.
بعد الاستفزاز الاخير بدماء محافظه ديالى، اليوم اغلب القاده الامنيين هم مو من محافظه ديالى. اليوم احنا عندنا مطلب واحد، ان يكون مدير شرطه محافظه ديالى من اهالي محافظه ديالى، يعرف جغرافيه المحافظه، يعرف المحافظه هي عباره عن عراق مصغر ملون، يعرف هذه المحافظه هي مجموعه مكونات وطوائف. في حال عدم الاستجابه ان احنا راح ننطي اسبوع، وبعد الاسبوع راح نتم بقطع ونضيف اسماء جديده. مرت كل القاده الامنيين موجوده، لاكو خلاف مع قائد امني شخصيا، وانما الخلاف وليس خلاف، وانما هو حق من حقوق اهالي دياله، وهو يكون المنصب لاهالي دياله. ولهذا السبب دياله لن تخلو من قاده الضباط وخياره الضباط، وقدمت اكثر قادتها ضباطها شهداء. نطالب دوله رئيس الوزراء السوداني على ان قائد الشرطه حصرا من محافظه ديالى. مطلب جماهيري، جيب لنا كردي عربي شيعي سني الا من ديالى. انا اقول لك ليش، لان خروقات امنيه ابو ديالى يعرف المنطقه، يعرف المقداديه، يعرف الخالص، يعرف المكانات موجوده. يجيب لنا واحد من غير مكان يريد له سنه يلا يتعلم هاي الشغله. عشرات الآلاف من العبوات الناسفة تركها داعش الإرهابي عقب هزيمته في الموصل، ما تسبب بحرمان مئات الفلاحين من زراعة أراضيهم. يأتي ذلك في ظل جهود أمنية متواصلة لرفع هذه العبوات. ألف عبوة رفعتها القوات الأمنية من القرى الواقعة بين منارة والموفقية شرقي الموصل. من أصل عشرات الآلاف زرعها داعش الإرهابي في بداية احتلاله لنينوى في عام 2014. كجهد هندسي مكافحة المتفجرات التابعة لقيادة عمليات نينوى والحشد الشعبي في اللواء 30. منذ بداية العمليات نحن نقوم برفع وإزالة الألغام في المنطقة في سهل نينوى، ولازلنا مستمرين في العمل، واليوم قمنا برفع أكثر من 1000 عبوة. لسنوات طويلة تعاني الكثير من المناطق في الموصل من بقايا مخلفات داعش من متفجرات وألغام، لتقوم القوات الأمنية برفع أكثر من 25,000 عبوة حتى الآن منذ تحرير الموصل في العام 2017. هناك آلاف المقذوفات التي تم رفعها من قبل هندسة اللواء، وهذه الأعمال تجري على قدم ساق ومستمرين برفع مخلفات داعش الإجرامي. اليوم قمنا بزراعة الحنطة والشعير، وذلك بمناسبة إزالة العبوات والألغام من أراضي مالتنا من قبل الجهد الهندسي التابع للواء 30 للحشد الشعبي. مساحات شاسعة زرعها الإرهابيون بمختلف العبوات الناسفة والقذائف، وباتت اليوم سببا في حرمان مئات الفلاحين من زراعة أراضيهم. وبذلت الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها كل جهد لتفكيكها وأزالة الكثير منها رغم الإمكانيات والمخصصات المتواضعة. تقلق العائدين وتقطع لقمة عيش الفلاحين. المخلفات الحربية ما زالت تحصد الأرواح، والجهد الهندسي للحشد ترفع العبوات رغم قلة الإمكانيات. لقناة الرابعة محمد الشبكي، الموصل. أكدت وزارة الموارد المائية أن مياه الأمطار الأخيرة أرفدت الأهوار ورفعت مناسيبها. معاون مدير عام هيئة تشغيل وصيانة المشاريع الري في الوزارة غزوان السهلاني ذكر أن الأمطار التي هطلت في وسط وجنوبي العراق كانت نسبتها جيدة وستساعد في سد الاحتياجات الصيفية. وأشار السهلاني لأنه تم توجيه هذه المياه إلى المناطق التي تعاني من النقوصات في فصل الصيف.
عزت لجنة الخدمة والأعمار النيابية غرق العديد من المناطق في بغداد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد إلى ضعف شبكات الصرف الصحي. رئيس اللجنة محمد خليل قال أن الطاقة التصريفية لشبكة الصرف الصحي في العاصمة لا تستوعب كمية الأمطار التي هطلت خلال الساعات 24 الماضية، مؤكدا عزم لجنته استضافة أمين بغداد والكادر المتقدم بالأمانة لوضع حلول لمشكلة تصريف مياه الأمطار خلال السنوات المقبلة. من جديد، شوارع بغداد الرئيسية والفرعية تغرق بالمياه مع أول اختبار مطري تتعرض له العاصمة، في الوقت الذي دعا فيه مواطنون الجهات المعنية إلى حل هذه الأزمة التي باتت تؤرق حياتهم ومعيشتهم مع كل زخات مطر. من جديد، تقف البنى التحتية في العاصمة مكتوفة الأيدي أمام انهمار المطر الذي أغرق أغلب شوارع بغداد الراقية منها والشعبية حتى تلك التي يصل سعر المتر فيها لـ20,000 دولار، فقد تحولت شوارعها لبحيرات مياه. ورغم الجهد الخدمي لأمانة بغداد ومساندة آليات وزارة الداخلية لسحب مياه الأمطار من الشوارع، لأن الحال ما زال غرقاً في أغلب أزقة وأحياء بغداد. هاي 23 إن شاء الله نستقبلها بالفيضانات، زين لا رزقنا مثل العالم، دمار أذية هاك، الجهة الكارخ كلها تناكر، كلها قاعد تسحب، وهنا كل شيء ماكو، لا شفنا تنكر ولا شفنا بلدية ولا هاي. ليش اشمعنا هنا كم دوائر حكومية بشارع الوزيرية هسه شكو دائرة حكومية مها تنكر قاعد يسحب المي، وهنا كل شيء ماكو، فايضة الدنيا كلها فايضة. والله العظيم لا كلها لا عبر ذي الصفحة، روح شوف من النهضة اللي هناك، شوف اكو قطرة ماي وتعال هنا كلها طالعة تشتغل، لا اكو سبت عطلة ولا مدري شنو، كل شيء ماكو. وانتظر العراقيون غيث السماء لسق الأراضي وزيادة كميات المياه والقضاء على تصحر منذ فترة طويلة، سيما أن البلاد تعاني شح المياه، إلا أنهم يمنون النفس برؤية شوارعهم قد جفت بعد الأمطار لأن تحاصرهم المياه من جميع الاتجاهات لعدم قدرة شبكات التصريف على استيعاب كميات الأمطار. السبب الرئيسي هي البنى التحتية، البنى التحتية بصورة، وثانيا احنا كان عدد سكاننا 20 مليون هسه صار 40 مليون، البيت صار 3 بيوت، فاعتيادي لازم اكو بنية تحتية بصورة صحيحة، بس ماكو تخطيط صحيح ماكو، زين فشوف هالغرق وشوف البيوت اللي شوارع فلو سوء تنظيم حقيقة، يعني لازم تأسيسات جديدة، لازم يسوون يعني المجاري يعيدون أساسا من الأساس، لأن كل مطرة تصير هاي الفوضى والناس تتبهدل. يعني هسه تشوف الشوارع شلون غرقانة، اكو مي طبعا البيوت، والناس أول شيء غراضها تتأثر بالطابق الأول و هي تتأذى يعني معنويا تتأذى. ومنذ سنوات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول لمشكلة خطوط تصريف المياه والتي بات أغلبها معطلا أو أهمل دون تطوير وبما يتناسب مع زيادة السكانية في العاصمة. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. بعد نقلها لمعاناة المواطنين في كركوك إلى المسؤول المباشر، كرمت بلدية المحافظة كادر قناة الرابعة الفضائية في المدينة لدوره الكبير في إيصال صوت المواطنين بقومياتهم المختلفة إلى المعنيين. تستاهلون وتستحقون الأكثر، لأن بصراحة لولاكم بعض المشاكل لا تصل إلى البلدية. العمل دائما يكون جماعي من قبل المواطنين ومن قبل الدوائر الخدمية، والإعلام دائما
يسلط الضوء على نقاط الضعف الموجودة. لابد وجود في تنفيذ المشاريع هناك نقاط ضعف وهناك أخطاء وهناك مشاكل، فهذه المشاكل عن طريق قنواتكم وعن طريقكم تأتي إلى البلدية أو باقي الدوائر الخدمية، ونحن بدورنا نعمل جاهدا لوضع الحلول وتنفيذ العمل بالشكل الصحيح وإصلاح كل ما هو خطأ أو نقص في تلك المشاريع. ختام النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. خلال زيارته البصرة السوداني يعد بإعطاء خصوصية لمشاريعها ويتفقد استعدادات خليج 25. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الدولار، البنك المركزي يتحرك لتلافي الأضرار، تكليف 3 مصارف لتأمين العملة. وأخيرا بعد موجة أمطار غزيرة الأهوار تنتعش من جديد، الموارد تتحدث عن خطط لاستغلال الخزين المائي. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، سناب شات، وتيك توك. إلى اللقاء.